محمد عكاوي، انه انا بعمل جولف، و انه هيك اللعبة مسلية هيك انه حلوة، انه تجربة اول مرة بجربها حلوة كتير. يعني انا ما بقص انه ما عندي ايدين وهيك، انه فيني العب هيك بايدي بالجولف وساوي واشياء، انه يقولك كيف هيدا هيك، انه امرار بتنش ما بقول لهم هيك ما بعبرهم. يعني انا بحب وقت ما اكبر يكون حلمي انه يكون عندي بايونيك هاندز، لانه هيك انه حس انه كل حلوه كيف هيك بقدر انه احركها واستعملها كثير، يعني كثير اشياء. امسك الطابه بوقت ما تسكر هيك، امسك الطابه مثلا حطها على تبعيه الجولف.